بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، في وهران، في تمرست، في طهران، وفي إسلام أباد، وفي أديس أبابا، وفي داكار، وفي دونغولا وجوبا، وفي المكلا وسيئون وصلالة، وفي العيون والعين، العيون في المغرب والعين في الإمارات العربية المتحدة، وحيثما كنتم في أرض الله الواسعة، أحييكم أجمل تحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج الحوار الصريح، موضوعها كما هو موضوع الحلقات الماضية هذا الأسبوع عن الإمام جعفر الصادق، سيرته وتراثه العلمي، وهي على ما النهج اللي أو الترتيب والتبويب الذي عرضناه بالأمس واتفقنا عليه بعد عرض أول لمجموعة من المعطيات والمعلومات عن الإمام جعفر الصادق. ركزنا بعد ذلك على قضايا أو مسائل تحتاج إلى توضيحات ضافية إلى معرفة الرأي الصحيح للإمام جعفر الصادق حولها بحسب المشاركين. فأمس ركزنا على موضوع كيف نعرف، كيف نصل إلى الروايات الصحيحة عن الإمام جعفر الصادق. إذا قال الشيخ الخميس هنا مثلا أن هذه الرواية للإمام جعفر الصادق، كيف يقول له الأخ الأسدي أن هذه الرواية خاطئة؟ على أي أساس؟ ما هو منهجه في التصحيح وفي التخطئة؟ وهل هناك في الكتب أو في المذهب الجعفري كتب أو أدلة أو منهاج علمي لمعرفة الصحيح من الضعيف، من الباطل، من الموضوع في الأحاديث أو الروايات المنسوبة للإمام جعفر الصادق؟ هذا الباب بديناه بالأمس، وفاضل فيه مداخلة للأخ حسين الأسدي ومداخلة بالهاتف لأحد الإخوان اللي عبروا عن رأي الأخ عايض الدوسري، وبه نكون استوفينا مداخلات المشاركين كلهم. بعد ذلك نطرح السؤال الجديد ونستمع فيه لرأي الضيوف. الضيوف هما في هذه الحلقات هما الأستاذ كما ذكرت قبل قليل الشيخ عثمان الخميس، اللي هو كاتب وباحث إسلامي كويتي متخصص في هذه الموضوعات التي نبحثها، وهو أيضا معه في هذه الجولة من جولات الحوار الأخ الأستاذ عايض الدوسري، الأستاذ في أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود في الرياض. وكما تعلمون أيضا يشارك معنا في هذه الجلسات مشاهدينا الكرام السيد الدكتور محمد الموسوي، الأمين العام لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية، ويشارك معنا الشيخ حسين الأسدي الباحث الإسلامي أيضا المتخصص وبالذات في المذهب الجعفري وعلومه. وبالهاتف من قم يشارك معنا الشيخ علي الكوراني الذي شارك معنا بالأمس بمداخلة أولية ثم بمداخلة في صلب موضوع حلقة أمس عن القرآن الكريم، وسوف نستمع لرأيه اليوم في موضوع أمس عن إيش أمس كنا نتكلم؟ أمس عن موضوع الروايات وتصحيحها والمنهج، واليوم عن موضوع القرآن الكريم، تكون له مداخلة. كذلك إن شاء الله تكون في موضوع القرآن الكريم مداخلة للدكتور محمد بن يحيى النجيمي اللي وعدناه بالأمس وما أخذناه، وأيضا حتى مكلمته بالأمس راح يأخذها أحد الإخوان الآخرين. فإذا الدكتور النجيمي نحصل إن شاء الله في موضوع اليوم. الوقت كل أحد المشاركين يجاوب على السؤال بين 5 و10 دقائق، فمن يعني وفر علينا دقيقة دقيقتين نحن له من الشاكرين، من لم يفعل نحن له من المستمعين والشاكرين أيضا في الحالتين كلهم. فأهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأنا عارف أنه عندنا منافسة شوية مع البطولة اسمها إيش، بطولة أوروبا للأمم في كرة القدم، لكن أنا متأكد أن برنامجنا أجمل من المباراة اللي تبث الآن على الهواء مباشرة بين السويد وإيطاليا، وتقدر تحصلوا أهداف السويد وإيطاليا بعدين في النشرات الرياضية. أما الكلام اللي تسمعوه هنا نادر ما هتحصلوه في أي مكان في العالم، فتابعوا معنا هذه الندوة وأهلا وسهلا بكم. وأهداف هنري لارسن تبع هداف منتخب السويدي، إذا سجل اليوم إن شاء الله في آخر الليل كل الفضائيات حتبث الملخص طول، تعرفوا النتيجة النهائية من غير ما تضيعوا الوقت في الألعاب اللي مش حتوصل لحاجة. يلا خلينا في الندوة. إذن مرحب بكم جميعا، كل من اختار السهر معنا تحية حب وتقدير واعتزاز، وأهلا وسهلا بكم. إلى الموضوع شيخ الأسدي كما تحب، أنا أمس عارفك أنك انتظرت معنا سهرة كاملة، وما بدي كل مرة زعلك والجماعة وأصحابك يقولوا تزعل في الأخ الأسدي، أبدأ بيك حتى ما تزعل مني كثير، تفضل. قبل لا أبدأ يعني بسم الله الرحمن الرحيم،
أمس وقع خطأ لعله بالتعريف. نعم الدكتور الهاشمي قال إنه أنا أستاذ في الحوزة في النجف. لا، وقعا أنا مش من النجف أصلا، لا درست في النجف الأشرف ولا درست في النجف الأشرف، دراستي كلها وتعليمي كله في قم المقدسة. في قم هذا المقدس. للتوضيح حتى لا يكون يعني طيب اشتباه. يا سيدي، اهلا وسهلا بك. الان الله يعافيك، يلا شكرا. نبدا نتوكل على الله. حلقه اليوم تبداها ان شاء الله بدايه طيبه، إن شاء الله. والساعه انك سجل عندك اذا تحب، معاك الوقت امامك نعم. وانا مسجله ايضا، ونتوكل على الله. تفضل نسمع منك رايك في موضوع الحصه. ارجوك انت خاصه انك اخر مداخله في الجانب اللي انت تمثله، انك ان شاء الله تعطي للمشاهدين في النهايه خلاصه واضحه، كيف يعرفون اذا جاءتهم عرضت عليهم روايه الامام جعفر الصادق، ما هو المنهج في اعتمادها أو عدم اعتمادها، وما هي أفضل المصادر التي يمكن أن يعودوا إليها للاعتماد؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث عن كيفية التعرف على تراث الإمام الصادق عليه السلام، والمنهج الصحيح للتوصل إلى عقيدة هذا الإمام، في واقع الأمر يدخل ضمن إطار التعرف على المنهج بشكل عام. المناهج التي عرفت داخل المدرسة الإسلامية أو داخل المدارس الإسلامية تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول وهي المدرسة التي اعتمدت في أخذ العقيدة على أساس الرواية الصحيحة، والمقصود من الرواية الصحيحة هي تلك الرواية التي يكون رواتها ثقات، بغض النظر عن التعريف الحدي أو الرسم الذي يؤخذ فيها، لكن أن يكون رجالها ثقات أو عدول عند بعضهم. بالنسبة إلى هذا القيد، قيد العدالة أو الوثاقة أو أن يكون ضابطا عادلا إلى آخر القيود التي تؤخذ، هذه تعني أن يكون الراوي أن يكون عدلا أو أن يكون ثقة، بمعنى أن يكون ملتزما بظاهرة الصدق. وبالطبع إذا التزمنا بهذا المنهج، معنى ذلك أن النتيجة التي نحصل عليها هو أن هذا الراوي ليس بمعصوم، وبالتالي يقع منه الخطأ ويقع منه الاشتباه ويقع منه الزلل، ولعله يكذب لكننا لا نعرف أنه قد كذب. هذه الحالة أورثت قضية مهمة، وهي أن النتيجة التي نصل إليها هي نتيجة ظنية، بمعنى أن العقيدة التي تحصل من هذه الرواية وهي صحيحة على المبنى هي عقيدة ظنية وليست عقيدة يقينية علمية. هذا المنهج هو الذي تبنته المدرسة السلفية، أتباع ابن تيمية ومدرسته إلى الوقت المعاصر، بخلاف المدارس الإسلامية الأخرى من الأشاعرة والأباض من الأشاعرة والمعتزلة والأباضية والشيعة الإمامية الذين تبنوا منهج اليقين. مشكلة هذا المنهج، وهو منهج أن العقيدة تؤخذ بالرواية وإن كانت آحاد مجرد أنها صحيحة، أنها تكون ظنية، وحيث أنها ظنية تصطدم مع مجموعة من القواعد. أولا تصطدم مع العاقل، باعتبار أن الإنسان كيف يستطيع أن يثبت الله تعالى؟ هذا دور كما يعرفه أهل الاختصاص، كيف يستطيع أن يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا دور كما يعرفه أهل الاختصاص. بالإضافة إلى هذا، أن هذه القضية تصطدم مع حقيقة قرآنية ثابتة، وهي أنه لا يجوز الاعتماد على الظنون في العقائد، ونجد أن القرآن قد أكد على هذه الحقيقة كما في قوله تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن هنا تورط أصحاب هذا المنهج بمشاكل متعددة، واحدة منها أهم هذه المشاكل أن الرواية إذا صحت هذه الرواية تكون عقيدة. منها مثلا لو فرضا عند بعضهم قد صحت رواية الشاب الأمرد مثلا، هذه تكون عقيدة أن الله شاب أمرد عند بعضهم وليكن، أو الطعون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صحت تكون عقيدة عنده. لماذا؟ لأنه عقيدته يأخذها بهذه الكيفية، كيفية ظنية معتمدة على الرواية الصحيحة وفقط. أما الاتجاه الآخر أو المنهج الآخر وهو منهج اليقين، بمعنى أننا لا نأخذ العقيدة سواء عن
الصادق عليه السلام أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في القضايا السابقة على هذا، كما في إثبات الخالق تعالى وفي إثبات وحدانيته وكذلك في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لا يمكن إثباته إلا بالطرق اليقينية، إما بالعقل اليقيني وإما بالنقل اليقيني. والمقصود من اليقين هو العلم الجزم، عدم التردد ولا لحظة واحدة، ولا يمكن للحظة واحدة أن يشك في تلك القضية. هذا هو المنهج بشكل كلي. ولذلك لا يصح لمن يريد أن يتعرف على تراث الإمام الصادق أن يرجع إلى كتب الحديث. لماذا؟ لأن كتب الحديث هي عبارة عن مادة خام، وإن كانت الرواية صحيحة من حيث السند، يعني سندها رجالها ثقات، لكنها لا تقبل. لماذا لا تقبل؟ لا تقبل لأنها تحتاج إلى مرحلة أخرى، مرحلة تمحيصها ومعرفة أنها متواترة متيقنة منها أو لا. أما مجرد وجود الرواية في كتاب من كتب الحديث لا يعني أن هذا من تراث الصادق عليه السلام. ولذلك إذا رجعنا إلى كلام السيد المرتضى أعلى الله مقامه في معرض الجواب عن جواز الرجوع في تعرف بعض الأحكام إلى رسالة المقنعة، وهي رسالة حديثية أو فقهية للمفيد، أو رسالة ابن بابويه، أو كتاب الكافي للكليني أو غيرها، ماذا يقول؟ يقول أن الرجوع في الأصول إلى هذه الكتب خطأ وجهل. لماذا خطأ وجهل؟ باعتبار أن الرجوع إلى هذه الكتب هو الرجوع إلى المادة الخام، وليس الرجوع إلى المكان الحقيقي الأصيل للعقيدة، وهي كتب العقيدة. هذا بشكل عام. وللأسف الشديد ما عتبنا على أخواننا السلفية أنهم لا فقط أنهم لم يتعرفوا على منهج الآخر. ما هو منهج الآخر؟ نحن نعرف ما هو منهجهم. منهجهم هو هذا القبول بالحديث الصحيح مهما كان وعلى أي إن كان. أما ما هو منهج الآخر؟ لم يتعرفوا على منهج الآخر، بل أكثر من هذا، أنهم لم يطبقوا حتى منهجهم على الآخر. أعني أنهم لم يطبقوا الروايات الصحيحة لأخذ العقيدة من الآخر. فمثلا رواية زرارة التي كررها الشيخ الخميس، التي يقول فيها ضربت إلى آخره، هذه الرواية ساقطة من حيث السند. ولو رجعنا إلى كلام السيد الخوئي نجد أن السيد الخوئي يقول عن هذه الرواية: عجبت كيف أن الطوسي والكشي رويا هذه الرواية، مع أنها، لاحظوا أخواني، مع أنها ساقطة في ذاتها وأن رجالها كلهم مجاهيل. فإذا كانت بهذا السقوط، كيف يصح لهم أن يتمسكوا بمثل هذه الروايات الساقطة سندا التي لا يمكن الاعتماد عليها، مع أن المبنى العام لا يمكن الاعتماد على ذلك؟ بل أن المسألة أكثر من ذلك، قد تعدت وتجاوزت هذه المرحلة، تجاوزتها إلى مرحلة أنهم بدأ مرحلة البتر والقص والتقطيع والفهم المغاير وما شابه من ذلك. نسأل الله عز وجل أن لا يكون متعمدا منهم. أما بالنسبة إلى مسألة الاختلاف في تقييم الأحاديث عند الشيعة، أقول هذه مسألة نفتخر بها. نعم، هناك بعض العلماء يقول بصحة الرواية والآخر يقول بضعفها، وهذا منهج نفتخر به، لأنه مقتضى فتح باب الاجتهاد الذي أغلق في المدارس الأخرى من زمن طويل بأمر من السلطان. لكن هل لا يوجد اختلاف في المدارس الأخرى؟ نعم يوجد اختلاف. أخواني ارجعوا إلى كتاب تذكرة الموضوعات للحافظ الفتني صفحة 3، يقول 300 حديث الحافظ ابن الجوزي وضعها في الموضوعات، التفتوا، جعلها في الموضوعات، وهي موجودة في البخاري ومسلم وبقية الصحاح والمسانيد. أخواني عند حافظ هي موضوعة، وعند حافظ آخر هي في كتاب البخاري ومسلم، فهذا اختلاف أشد منه لا يوجد. أما بالنسبة إلى قول الأخ عائض، يقول كيف يروي عن فاطمة هذا العدد، يروى عن فاطمة هذا العدد القليل، وعن الجواد هذا العدد القليل، 200 رواية فقط. أقول له يا أستاذ عائض، ارجع إلى كتاب الكافي، ارجع إلى كتاب البخاري وكتاب مسلم، لم يرويا عن فاطمة ولا رواية واحدة. و الأكثر من هذا أنهما لم يرويا عن الحسن عليه السلام، والبخاري لم يروي عن الصادق عليه السلام. بينما عن من يروون؟ يروون عن الكذابين والوضاعين كما أشرنا إلى ابن أبي ويس سابقا، ويروون عن النواصبي والخوارج. اقرأ ماذا يقول هذا رجل من رجالات البخاري، حريز بن عثمان الحمصي، قال ابن حبان
كان يلعن عليا، اسمع أخي الكريم، كان يلعن عليا بالغداة 70 مرة وبالعشي 70 مرة، تهذيب التهذيب 1/467. وقال الذهبي وهو ناصبي، الكاشف 1/169، وهناك كثر لا يمكن لا يسع المجال لذكرهم، عن هذا يروون ويتركون الصادق عليه السلام. انظر إلى رسول الله ماذا يقول، يقول أن الناصب لعلي الذي يبغض عليا ماذا يقول عنه، منافق، كما في صحيح مسلم، يا علي لا يبغضك إلا منافق، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وأما الخوارج فحدث ولا حرج، هم في البخاري ومسلم وغيره يروون عن ماذا، عن عمران بن حطان. أخي بقيت دقيقة بزيادة، لأن 10 دقائق، لكن أعطيك دقيقة زيادة عشان نكمل فيها الجملة الأخيرة اللي عندك. أما بالنسبة إلى قضية بالنسبة إلى الأخ عاض، بالأمس أثار قضية وهي أنه لماذا تؤلف الكتب التي تجرح مشاعر أهل السنة؟ حقيقة مسألة طيبة منه أن يقول كيف تؤلف الكتب التي تجرح مشاعر أهل السنة. أقول للأخ عائض ما رأيه بمن يؤلف كما قرأنا سابقا وأقولها مكررا، سليمان الجبهان الذي يطعن في دين الإمام الصادق ويقول عن الصادق عليه السلام أنه يدعم المنظمات التخريبية، ويقول عنه أنه يأخذ المال الحرام، ويقول عنه قولا يلزم منه كفر الصادق عليه السلام. تعرف سليمان الجبهان؟ سليمان الجبهان رجل ما زالت، لا أرجوك يا خالد ما زالت، أنت لم تخطى الوقت، لأن إحنا في الوقت الإضافي وانتهى، فلذلك ما شكرا يا أخي. ممكن نبقى واحدة دقيقة أخي لأسدي، أخي لأسدي هذا كل زي الإخوان، أنا ستك دقيقة، بارك الله فيك على مشاركتك معنا. والآن مشاهدي الكرام ناخذ المداخلة الأخيرة في هذا الموضوع، وقد استمعتم وصبرتم معنا على أراء هؤلاء الإخوان المحترمين المبجلين الباحثين من قم من هنا في الاستوديو. الآن الأخ الأستاذ بندر الشويقي، هو أيضا أستاذ في الثقافة الإسلامية، ليس كذلك يا خايد؟ اختصاصه في الثقافة الإسلامية، انضم إلينا من الرياض ويأخذ مداخلة أيضا بالهاتف، وبها يعتدل الميزان في موضوع الوقت وننهي بها هذا الجانب ونمر على اتفاقنا قبل ما نبدأ البرنامج إلى سؤالنا الجديد. فضل يا أخ بندر الشويقي، الكلمة لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول بداية، لا شك أن مسألة فحص المرويات المنسوبة لجعفر الصادق رضي الله تعالى عنه هي الأصل الذي ينبغي أن يبنى عليه هذا الحوار بأجمعه، فالخلاف فيما بعده كله مبني على هذه المسألة ما دام الجميع يتفقون على جلالة جعفر الصادق رحمة الله تعالى عليه. تراث جعفر الصادق موجود في نوعين من المصادر كما هو معلوم وظاهر، مصادر سنية ومصادر جعفرية. المصادر السنية من البداية أنا أقول والإخوة جميعا يوافقون على هذا، الموجود فيها من كلام جعفر أقوال وروايات مفرقة، ولا يوجد فقه كامل ومدون لجعفر الصادق رحمة الله تعالى عليه، وهذا نتيجة طبيعية بسبب أن أهل السنة لهم نظرة هي في نظري معتدلة، يرون فيها أن جعفر كلامه ليس حجة في الدين، وليس قوله قول أبيه وقول أبيه قول جده وقول جده قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الله، ولو اعتقدوا هذا لجمعوا كلام جعفر ولما حصوه وبينوا ما ثبت عنه وما كذب عليه، لكنهم لا يعتقدون هذا، بل يرونه إماما عالما مجتهدا ليس بالمعصوم، قوله يقبل الخطأ والصواب. بالتالي لم يكن لأهل السنة همة في جمع كل شاردة وواردة يقولها جعفر رضي الله تعالى عنه، بل كان همهم جمع أحاديث من يعتقدون عصمته وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهل في هذا ما يدل على عدم احترامهم لجعفر وتقديره؟ هذا أبو بكر الصديق، وهذا عمر، وهذا عثمان، وهذا سعيد بن المسيب، وهذا الحسن البصري، وهذا ابن أبي ليلى، والزهري، والليث بن سعد، وإما كفر لا يختلف أهل السنة في جلالتهم وإمامتهم، ومع ذلك لا يوجد لهم فقه كامل مدون، بل توجد عنهم روايات مفرقة منقولة في مسائل مختلفة. فقط الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد تهيأ لهم تلاميذ نشروا وتتبعوا أقوالهم وفقههم، ولا يعني هذا أن أهل السنة ليس لهم أئمة إلا هؤلاء، هذا كلام لا يقوله إلا من لا يعرف تاريخ أهل السنة. هذا بالنسبة للمصادر السنية. أما بالنسبة للنوع الثاني وهي المصادر الشيعية التي تروي تراث جعفر، فأول ما يلحظه الناظر في هذه المصادر تضخم هذا التراث واختلاط الروايات وكثرة التناقضات فيه
واختلاط ما يصح مع ما لا يصح. وهذا كلام لا أقوله اتهاما ودعوة، بل هو كلام الشيعة أنفسهم من الأئمة مذهب الجعفري. وقد سمعنا الشيخ الموسوي ليلة البارحة يقرر وجود أباطيل في مرويات جعفر كما هو الحال بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي تراث جعفر بحاجة إلى إعادة فحص وغربلة لإخراج تلك الشنائع والأباطيل المنسوبة لجعفر رضي الله تعالى عنه. هذه الدعوة التي أطلقها الشيخ الموسوي هي مقتضى العقل والشرع، فلا بد من غربلة هذا التراث المنسوب إلى جعفر. لكن أين تكمن الإشكالية التي يطرحها الشيخ عثمان والشيخ عايض في مثل هذا اللقاء؟ الإشكالية تكمن أنه لا توجد منهجية واضحة معتمدة يمكن البناء عليها والقيام بعملية فحص تراث جعفر اعتمادا على هذه الآلية. الشيخ الموسوي مثلا ذكر أن المنهجية تقتضي اعتماد ما يرويه الثقات، وقد جربنا هذا، فقيل لنا أنتم تنسبون لجعفر وتنسبون للإمامية ما هم براء منه، روايات يرويها الثقات عن جعفر في أقوال شنيعة نحن نبرئه منها، لكن الإشكالية أنها يرويها ثقات، بل بعضهم متفق على توثيقه في كتب الإمامية. هنا يكمن الإشكال وهنا يكمن الاعتراض، فنحن لا ننسب إلى جعفر تحريف القرآن، بل نجله على ذلك، نجله عن ذلك. وما طرحنا هذه المسائل إلا من أجل طرح هذه، من أجل وضع هذه الروايات على المحك وعلى مقام الفحص. رواية جعفر التي رواها الثقات إذا اعتمدناها فسوف ننسب لها تحريف القرآن ونسب لها الدعاء، نسب لها غير ذلك من الأباطيل. فالرواة الموثقون وقع منهم ما يجعل الباحث لا يطمئن لسائر مروياتهم الأخرى. لذلك مسألة أن المعرفة روايات جعفر تعتمد على النظر في السند ومعرفة الثقات هذه لا تحل الإشكالية، لا بد من النظر حتى في هؤلاء الثقات وحتى ما يجمع على ثقتهم بعد وجود مثل تلك الأكاذيب والأباطيل في مروياتهم. علاوة على هذا أن توثيق الرواة وتضعيفهم مسألة مضطربة حتى في المصادر، فالراوي الواحد يوثق في موضع ويكذب ويلعن في موضع آخر. والشيخ الكوراني يرى أن السبب في ذلك يعود إلى التقية التي اضطر إليها الأئمة، وأن الإمام جعفر قد يلعن الراوي الثقة حماية له من السلطات. هذا الكلام لو سلم بصحته فسوف يورد إشكالية أخرى، معنى هذا أننا لن نعتمد على أي جرح ينقل لنا عن جعفر، الاحتمال أن يكون تقية أيضا، كل كلام لجعفر في جرح الرواة سيرد عليه هذا الاحتمال، فليس هناك أي جرح لجعفر يمكن اعتماده، بل حتى توثيقات جعفر يحتمل أن تكون تقية، وحتى غير جعفر من علماء الشيعة يمكن أن يكون أقوالهم في جرح فلان وفلان من باب التقية. فإذا أخذنا بهذا المبدأ وكان احتمال أن يكون الكلام تقية فمعنى هذا أن كل جرح سيسقط لأن الاحتمال وارد عليه. هذه مسألة. المسألة الأخرى، الشيخ الكوراني وفقه الله لهداه ذكر أن لتمييز مرويات جعفر طريقين اثنين. قال الأول، الطريق الأول اعتماد رواية الثقات، والطريق الثاني حصول الثقة بصدور الرواية عن المعصوم حتى وإن لم يكن راويها ثقة. بالنسبة للرواية للطريق الأول تكلمنا عن اعتماد رواية الثقات وبينا ما فيه من إشكال. أما بالنسبة للطريق الثاني وهو أنه إذا حصل للعالم المجتهد ثقة بصدور الرواية عن المعصوم جاز له أن يحكم بصحتها. هذا الكلام فيه إشكالية كبرى أكبر من الإشكالية الموجودة في الطريق الأول. فما معنى أن يحكم بالرواية بمجرد حصول ثقة عنده؟ هذه الثقة بأي شيء تحصل؟ وما حدها؟ وكيف يمكن أن تضبط؟ وإذا حصل ثقة لعالم بصحة رواية إسنادها كذبة، وعالم آخر لم تحصل له هذه الثقة، ثم جاء مجتهد بعدهم وأراد أن يرجح بينهم، فما الحجة عند هذا وما الحجة عند هذا؟ وهل هذه قضية ذوق ووجد؟ هذه فيها إشكالية كبرى. من المعلوم بداهة أن النقل إثبات قول لفلان مبناه على الإسناد، مبنى إثباته. النفي قد ينفى بناء على قرائن أخرى، لكن لا يمكن إثبات مقولة لأي شخص من الأشخاص حتى لو كانت المقولة سليمة وموافقة للقرآن وموافقة للسنة، لا يمكن أن تثبت لهذا القائل إلا بموجب سند صحيح. وجدنا علماء مثلا حصلت عندهم وثوق بصدور مرويات في تحريف القرآن، ونقل عثمان الخميس أمثلة على هذا الشيخ عثمان وفقه الله، فحصلت عندهم هذه الثقة بصدور هذه المرويات، فكيف ينكر عليهم؟ هل يمكن لأحد أن ينكر عليهم إذا قالوا حصل عندنا ثقة بصدور هذه المرويات عن المعصوم؟ بل وجد علماء حصل عندهم ثقة بأن العصمة انتهت عند موسى الكاظم وانتهت، وليس بعده أئمة معصومين، فهؤلاء حصلت عندهم ثقة بصدور هذه المرويات، فكيف يلامون ما دامت الآلية غائبة؟ كذلك وجد علماء حصل لهم ثقة بمرويات تقرر إمامة إسماعيل بن جعفر وليس موسى بن جعفر،
ونشأ على هذا بناء على هذا مذهب آخر. فكيف يمكن النقاش هؤلاء والبحث معهم إذا كانت القضية قضية اطمئنان ووثوق ليس له ضابط وليس له حد لهذا الوثوق المبان؟ الشيخ الكوراني يعني خاصة إذا تذكرنا أن هناك كتب بأكملها تنسب للأئمة ويختلف الإمامية في صحتها، كتاب صحيفة الرضا بالأمس، كتاب سليم بن قيس الذي أثبته الشيخ الكوراني والخوئي ينفيه، وكتاب مصباح الشريعة الصادق، كتاب تفسير العسكري، وهذه مليئة بنصوص عن أئمة معصومين، قولهم قول آبائهم وقول آبائهم قول رسول الله وقول رسول الله قول الله، والذي يرد على قول المعصوم يكون رادا عن الله. ثم بعد ذلك يكون هذا التباين العظيم في إثبات مثل هذه الكتب عن الأئمة، والمرجع حصول الثقة وحصول الثقة بصدور هذه المرويات عن المعصومين من غير ضابط يحد هذه الثقة. حتى أفهم لماذا الكوراني يؤكد على قضية أن حصول الثقة بصدور المرويات يكفي، رجعت لبعض مؤلفاته لأبحث عن تطبيق لهذه القاعدة التي قاعدها. وجدته في كتاب له اسمه تدوين القرآن، ذكر رواية فيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتتلمذ على اليهود، ذكر هذه الرواية ونسبها إلى كنز العمال، وذكر أن صاحب كنز العمال ذكر أنها مرسلة بمعنى أنها لا تصح. فانظروا ماذا علق، قال: ينبغي هنا أن نشير إلى أن ضعف السند في بعض الأحيان لا يضر بالاطمئنان بالرواية، فعندما لا يكون للرواة ولا لجوهم العام الذي هو جو السلطة وجو المعارضة غرض في جعل الرواية، أو لا يستطيع الرواة أن يجعلوا الرواية حتى لو أرادوا ذلك، وتكون القرائن من أحاديث أخرى أو من التاريخ تؤيد ذلك، فإن ذلك يدل على أن الرواية لم تولد من فراغ. فإذا بناء على خلفية ذهنية معينة، بناء على تصورات مسبقة، بناء على تصور معين، بناء على تصور معين لما كان عليه أخ بندر، أخ بندر دقيقة نعم. واحدة لو سمحت، تفضل دقيقة واحدة فضلك. طيب معي أقول هذا المنهج طبقه الآن الشيخ الكوراني، وسيأتي من يطبقه على غير عمر، وسيأتي من يطبقه على آخرين، والقضية قضية حصول اطمئنان وصدور، وبعد هذا تغيب المنهجية العلمية. من أمثلة التغارب والاضطراب في قضية الرواية، الشيخ الكوراني ذكر بالأمس أن رواية الكافر مقبولة، الشهيد الثاني ينقل في كتابه الدراية الاتفاق على أن رواية الكافر لا تقبل. الكوراني يحتج بقبول خبر الكافر في الطب، وهذا من القياس، والكوراني يعلم ما يقوله الأئمة في ذم القياس من جهة. ثانيا وفوق هذا كله، إذا كان الكوراني يقبل رواية الكافر، لماذا يقولون لا نقبل إلا ما يرويه المعصومون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين رواية سائر الصحابة؟ هل هم شر من الكفار؟ لماذا لا تعتمد رواياتهم إذا كانت رواية الكفار الأصليين مقبولة وتعتمد الشرع؟ الشيخ الأسدي أيضا بالبارحة أو قبل البارحة لما سئل عن مصدر موثق لما ينسب لجعفر، ذكر كتابين اثنين. آخر جملة يا أخي الكريم، ما عاد. نعم ذكر كتابين اثنين ووعد بأن يأتي بهما، وأقول لعله نسي، رجعت أوكي. لهذين الكتابين. طيب شكرا. لم أجد فيهما نقلا عن جعفر الصادق، اللهم أحدهما فيه قرابة 10 أو 15 نصا منصوبة لجعفر، والبقية كلام في تقرير عقيدة الإمامية ليس فيها نقل عن جعفر الصادق. شكرا أخي بندر، شكرا جزيلا لك أخي بندر. انتهى وقتك، انتهى وقتك، وأنت تعرف الوقت وأحكامه في هذا البرنامج. أشكرك على مساهمتك. مشاهدي الكرام، حاولنا إذن أن نعرف إجابات الشيخ عثمان الخميس والأخ عايض الدوسري والسيد محمد الموسوي والأخ الشيخ حسين الأسدي والشيخ علي الكوراني والأخ بندر الشويقي في كيفية التعرف على أو كيفية الوصول إلى التأكد من صحة نسبة الروايات المروية عن الإمام جعفر الصادق. حصلتوا مجموعة من العلوم والأراء والمعارف، الأمر تو متروك لكم أنتم أيضا تكملوا إن شاء الله إذا مهتمين بالموضوع، تبحثوا فيه شوية وتقرأوا فيه مزيد من الكتب، وإذا ربنا يسر ولقينا وقت وفرصة أخرى ربما نعود له بتوسع. بهذا ننهي الآن هذا المحور وننتقل إلى المحور الثاني الذي اتفقنا فيه بالأمس، وهو ما هو القول الصحيح، ما هو القول الصحيح الثابت المعتمد لدى المشاركين، أقول لدى المشاركين هنا حسب دراساتهم وعلومهم وما اطلعوا عليه من كتب ومن مراجع، ما هو القول الصحيح للإمام جعفر الصادق في القرآن الكريم؟ الآن نبدأ في البرنامج، احنا نحب أن يكون النقاش كله بشفافية كاملة على غير العادة في البرامج، هذا كل شيء على عينك يا تاجر زي ما يقول المصريين حتى تكون الأمور واضحة. فمن من الإخوان يحب يتطوع يبدأ بالإجابة؟ احنا بدأنا ايوه اليوم الاخوه انتوا ختمتوا ايضا امس
ما في إشكال. واحد يبدأ واحد يختم. ما في إشكال. اللي راح حسب الترتيب اللي يوصل واحنا. الأخ عايز تحب تبدأ. الأخ بندر الآن انتهى فيكون شيء بعد. طيب ماشي. أي سيد المستوى تفضل. لأن أبوي هو أحسن دائما يكون توزيع في بين واحد وواحد أحسن. يا أخي الأسد مثلا لما يكون واحد مع واحد دائما أحسن كذا ما في حاجة ما مشكلة. تفضل سيد موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الحوار إذا استمر حوارا فهو ظاهرة صحية، نتمنى أن يستمر حوارا يقدم فيه كل فريق دليلا مبتنيا على أسس صحيحة وليس على أحاديث مرفوضة أي ضعيفة أو مكذوبة أو مختلقة أو مبتورة. حوار من هالقبيل يمكن أن يأخذنا كمسلمين إلى مراتب أفضل من وضعنا الحالي. طيب سيد موسى لو سمحت بالله دقيقة خليني نوقفك هنا في هذه الدقيقة الأولى حتى في موضوع ضبط الحوار والمنهجية نعود نأكد على حاجة معينة. الآن أنا أريد أن أطلب من كل الإخوان طلب اتفقنا فيه أمس قبل الحصة ونواصل فيه. نحن الآن هدفنا الرئيسي هو التعرف على آراء الإمام جعفر الصادق. نحن من الممكن أن نتعرف على آراء أي عالم تاني. ممكن نجي نحكي على الإمام علي بن أبي طالب وندرس. ممكن ندرس ابن تيمية كما فعلنا في مرة سابقة. ممكن ندرس عالم معاصر. ممكن ندرس جمال الدين الأفغاني ولا محمد عبده. أنا أريد إذا أمكن للإخوان تساعدوني في أن النقاش يكون سؤال الحلقة اليوم هو روايات جعفر الصادق. ياريت حد من الإخوان ياريت أتمنى عليكم باسم المشاهدين أن تكون عندكم الروايات الصحيحة للإمام جعفر. قولوها ناقشوها لأنه أفضل شيء. أنا خاف نضيع في الثانويات وبعدين نجي آخر الوقت تكونوا كلكم تكلمتوا كل واحد 10 دقائق لكن ما في حد عرض الرواية الصحيحة لجعفر الصادق وعلق عليها قال صحيحة ولا مش صحيحة. فأنا أناشد الإخوان أن يبدو وأطلب وربما أضطر يعني باسم المشاهدين وباسم إدارة الندوة أنني إذا وجدت أن الإخوان عاوزين يضيعوا 10 دقائق في حاجات أخرى اللي شكلها تسجيل نقاط على بعض ودون ما يجاوبوا على السؤال هذا مش كويس. أنتوا عندكم 10 دقائق وأنا حسب لك من البداية من جديد بشرط أنه أول الكلام يكون في الإجابة على السؤال. واضح؟ إذا في أي أمور تفريعات وفيه تأويل أن لها علاقة بالموضوع تأتي لاحقا لكن جاوبونا على السؤال بشكل مباشر حتى سادة المشاهدين يستفيدوا ونبدأ من جديد. الآن وقتك تفضل. الإمام جعفر الصادق عليه السلام في كل أحاديثه التي يذكر فيها القرآن الكريم يؤكد كما أكد آباءه الطاهرون وأكد أبناءه الطيبون على أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يمكن أن يطرأ عليه لا زيادة ولا نقصان. وهنا أنقل بعض النصوص حول إثبات عقيدة كل أتباع الإمام جعفر الصادق التي أخذوها من أحاديثه وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الصدوق يقول اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك. الشيخ المفيد أيضا ينقل نفس الاعتقاد وهو سلامة القرآن من أي زيادة أو نقصان. الشريف المرتضى ينقل نفس الاعتقاد وهو سلامة القرآن والقول بسلامته ونفي التحريف مطلقا عنه إلا من يحاول أن يأخذ معاني خلاف
نص القرآن هذا أمر آخر، أما التحريف في نص الكتاب فهو أمر مستحيل. الشيخ الطوسي أيضا ينقل سلامة القرآن والعقيدة الصحيحة بأننا نعتقد نفي التحريف، ويقول أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما لا يمكن أن يدفع هذه الرواية أحد قوله إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يقول الشيخ الطوسي وهذا يدل على موجود في كل عصر، لأنه لا يجوز أن يأمر النبي بالتمسك بما لا نقدر على التمسك به، كما أن أهل البيت عليهم السلام ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت. هذا استدلال الشيخ الطوسي على سلامة القرآن من التحريف. أيضا الفيض الكاشاني ينقل هذه العقيدة، عقيدتنا في أن القرآن سالم من أي تحريف، ويقول قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام حديث عرض الخبر المروي على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له، وتعلم أو يعلم فساده بمخالفته، فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرفا فما فائدة العرض، مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذب له فيجب رده والحكم بفساده. إذن هذا أيضا رأي من آراء أو قول من أقوال كبار من حمل فقه الصادق وأحاديث الصادق عليه السلام. الشيخ جعفر صاحب الكتاب المشهور بكشف الغطاء يقول أيضا لا ريب أن القرآن الكريم محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان كما دل عليه صريح القرآن وإجماع العلماء في جميع الأزمان، ولا عبرة بالنادر. الأشتياني أيضا ينقل يقول المشهور بين المجتهدين والأصوليين بل أكثر المحدثين عدم قول أو عدم وقوع التغيير مطلقا، بل ادعى غير واحد الإجماع على عدم وقوع التغيير أو التحريف. العلامة السيد محسن الأمين يقول ولا يقول أحد من الإمامية لا قديما ولا حديثا أن القرآن مزيد فيه، وهكذا القائمة طويلة. هل في أي شيء عن الإمام جعفر الصادق مباشرة؟ كلها. أو هل هؤلاء من العلماء من رد الرواية التي قيل إنه رواها أو قالها في أنه في تحريف أو نقصان؟ أم كذبوا رواتها، ولا حتى الناس يعرفوا مدام المسألة طرحت؟ العلماء ناقشوا كل الروايات فكشفوا ما هو ضعيف ومكذوب منها، وكشفوا أن بعض الروايات ناظرة إلى تحريف المعنى وليس تحريف النص، كأن يأتي رجل يقول أن الإسلام يجيز 9 نساء بدعوى بعد دعواه ادعاه بأنه مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع كما قال قائل منحرف، فهذا تحريف للمعنى، هذا أمر حصل ويحصل. أما النص فسالم من التحريف بأدلة أحاديث الصادق عليه السلام الذي يأمر الناس في كل حادثه بقراءة القرآن. القرآن الذي يقرأه يأمر بقراءته هو هذا القرآن، الآيات اللي كان الإمام يقرأها هو في كل الروايات المروية عنه نفس الآيات. لم يحصل أي دليل، بل الدليل قاطع على أن القرآن سالم من الزيادة والنقصان في كل ما ورد عن الصادق عليه السلام وكل ما ورد عن الأمة عليهم السلام. لكن القول بالتحريف أيها الإخوة لكي يكون
صرحاء جدا، القول بالتحريف ليس قولا نتراشق به. إذا ذهبت إلى بعض كتب مشهورة، بعض الكتب المشهورة بين المسلمين، تجد أن مثلا هناك من يقول بأن القرآن الكريم كان من كذا وكذا، يعني أن القرآن الآن الموجود اللي هو أقل من ما يدعيه القائل هو غير القرآن الأصيل. وهناك أحاديث مذكورة، أذكر منها بعض الأحاديث لكي أنبه إخوتي أهل العلم إلى ضرورة أن نرفض كل الروايات التي تمس كرامة القرآن، والتي نحن نعتقد جميعا، نحن كل أتباع أهل البيت نعتقد أن كل رواية تمس سلامة القرآن هي مرفوضة، لأنها تعارض القرآن الكريم الذي قال الله تعالى فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا رواية مشهورة جدا في الكتب يذكرها البخاري في صحيحه، البخاري في صحيحه في المجلد الثامن صفحة 26 كتاب الفرائض، يقول، ينقلها عن عمر بن الخطاب أنه جلس على المنبر إلى أن يقول إن الله قال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فإذا رجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آباء، ألا فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذا في البخاري، يعني أن هناك آيات كانت تقرأ في زمن النبي الآن غير موجودة. هذا تحريف يعني، وهذا قول نحن نرفضه جملة وتفصيلا أيضا. باقي دقيقة بعد النظام الجديد، باقي دقيقة. أيضا كذلك تجد في السيوطي يذكر، يقول، يقول عن كتاب المصاحف عن الليث بن سعد، يقول: أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد، وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده. هناك أيضا أحاديث في الكتب المشهورة أن سورة كاملة كانت في القرآن الكريم ووضعتها آخر الوقت. فكمل. نعم. الجملة اللي انتهى فيها الجملة. نعم. هي هاي بسم الله الرحمن الرحيم، هاي الجملة تقول أن في مسند عمر رضي الله عنه في كنز العمال، نص العبارة: في كنز العمال من مسند عمر عن حذيفة قال لي عمر بن الخطاب: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت: 72. قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة، وإن فيها لآية الرجم. هذه في صفحة في المجلد الثاني صفحة 480. فإذا الخلاصة بكلمتين: هذه الروايات الشاذة المنكرة المرفوضة موجودة في كتب الفريقين، ولعلها موجودة في الكتب الستة أكثر من الكتب الشاذة عندنا، لكننا ينبغي أن نتفق على رفضها، لا أن نتراشق أنكم تقولون بذلك، ما دمنا نوقن كما قال أمس الأخ عايض أو الأمس أنه لم يجد في بيوت الشيعة إلا القرآن المطبوع والذي يقرأه كل المسلمين. نحن ينبغي أن نقطع دابر هذه الفرية، فإذا أردت أن تقطع دابرها ينبغي أن تقول: القرآن محفوظ، وكل هذه الروايات الموجودة في الكتب الستة أولا وفي كتب شاذة عندنا أيضا ثانيا، كلها إذا كانت تعني التحريف اللفظي فهي مرفوضة جملة وتفصيلا. من يريد أن يتهمنا ينبغي أن يرفع من كتب الصحاح والكتب الستة كل هذه الروايات التي تزعم باطلا بأن القرآن قد لا سمح الله حرف. شكرا دكتور محمد الموسوي. طبعا هذه المداخلة انتهت بالنداء بتحدي بروح إيجابية أن تعالوا إلى كلمة سواء أيها المسلمون كافة مهما كانت مذاهبكم، فنقطع دابر الأقوال التي تقول بالتحريف أينما وجدت ونتفق جميعا، ويكون هذا هو الرأي
لعموم المسلمين أننا متفقون على المصحف الشريف بين في الكتاب المطبوع الآن، وحتى على كما ذكرت أنت المصحف المطبوع في 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 مجمع الملك فهد المدينة المنورة. فما هو جوابك أخ عايد الدوسري على السؤال بشكل عام، وعلى التحدي هذا الإيجابي الذي ختم به السيد محمد الموسوي كلامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخرها كما جمعتها في أولها. أولا نؤكد أول نقطة أن آل البيت رضوان الله عليهم ومنهم جعفر بريئون جدا من قضية تحريف القرآن، ونحن إنما وجدنا هنا نحن الأربعة لتبرئة آل البيت وعلى رأسهم جعفر الصادق رضي الله عنه من تهمة التحريف. الأستاذ الدكتور محمد الموسوي تكلم في 10 دقائق وكان الموضوع عن جعفر الصادق، ولم يذكر ولا رواية عن جعفر الصادق تنفي تحريف القرآن، وهذه رسالة أريدها أن تصل إلى المشاهد، ولا رواية ذكرها لا صحيحة ولا ضعيفة ينفي فيها جعفر الصادق قضية تحريف القرآن. القضية الأخرى أنه ذكر أن في صحيح البخاري آية الرجم، وأنا سأعذر الدكتور السيد الموسوي لأنه يبدو لا يفرق بين قضية التحريف وقضية النسخ، فقضية آية الرجم ذكر علماؤه الكبار أنها نسخ، والله سبحانه وتعالى نص على حكم النسخ في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، وقد ذكر قضية نسخ هذا النسخ أقره المفيد وقال اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون نسخ الحكم، أوائل مقالات صفحة 219. وقد نص على قضية نسخ آية الرجم المرتضى في كتاب الذريعة الجزء الأول صفحة 429، وذكر آية الرجم أيضا الكليني، وصرح المجلسي بأن السند صحيح، وذكر الطوسي أيضا نفس الكلام، وذكر في مكان آخر نفس الكلام، ولو ذكرنا لكم جميع العلماء أيضا الشيخ أبو علي الفضل الطبرسي ذكر آية الرجم، وبشيخ الطوسي ذكرها، والحلي ذكرها، والكليني ذكرها، والمجلس ذكرها، وعلم الهدى السيد المرتضى ذكرها، والفقيه حمزة بن علي بن زهرة ذكر كل هذه قضية الرجم، وعلي أبو الفضل أيضا ذكرها في موضع آخر، وجملة يعني كبيرة من علمائهم ذكروا أن هذه الآية كانت موجودة في القرآن ونسخت، وهو قبل قليل يقول إن هذا من التحريف الذي لا نرضاه. فهؤلاء جملة من علمائه يقرون بهذه الآية وأنها مما نسخ من القرآن، ثم هو يعتبرها إيش؟ تحريف، وأنا وعلمائه نعتبرها ماذا؟ نسخ تلاوة. نأتي الآن مما نسب إلى جعفر، برأ الله جعفر من قضية تحريف القرآن، والذي نفسي بيده يا أخوان والله أنني لا أريد إلا الخير، والدليل أنني ذكرت أنني في البيوت التي دخلت لبيوت الشيعة الكرام وجدت عندهم مصحف الذي طبعه الملك فهد حفظه الله وانتشر في البلاد الإسلامية، وكثير من البيوت التي دخلنا عليها وجدنا هذا الأمر، لكن في المقابل أيضا نريد تنقية تراث جعفر، ونريد رواية واحدة لجعفر صحيحة تنفي قضية تحريف القرآن، وكنا ننتظر من السيد أن يذكرها، لكن لعلنا ننتظر من حسين الأسدي أن يذكر هذه الرواية. قال جعفر الصادق فيما ينسب إليه، قال إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد 17,000 آية. قال المجلسي موثق، وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم، فالخبر يقول المجلسي قال فالخبر صحيح، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة المعنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة، فكيف يثبتونها بالخبر؟ إذن قضية تحريف القرآن وتواتره وصحته نفس منزلة الإمامة عند إخوتنا عند هذا العالم، عند هذا العالم، أيوة عند أيوة عند هذا العالم، أيوة. وحديث 17,000 آية القرآن ذكرنا أن رجاله كلهم ثقات كما نص على ذلك الخوئي. ننتقل للنقطة أيضا، ووثق هذا الخبر الجزائري. ننتقل للنقطة الأخرى، أيضا هم يجعلون روايات التحريف متواترة ومستفيضة وصحيحة، وممن قال بهذه الأشياء المفيد أبو الحسن العاملي، نعمة الله الجزائري، المجلسي، سلطان الخرساني، العلامة عدنان البحراني، مصادر الخوئي، مصادر. إذا انتهيت أقرأ لكم، اختر لي أي
عالم أقرأ لك. خليك أعيد النقطة. أقول الذين قالوا بأن هذه الروايات تحريف القرآن متواترة مستفيضة صحيحة من قال بعض هذه الأشياء: المفيد، أبو الحسن العاملي، نعمة الله الجزائري، المجلسي، سلطان الخراساني، العلامة عدنان البحراني، الخوئي، الطبرسي، المازندراني، عبد الله شبر، الحر العاملي. بل الأخطر من ذلك: ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما كنا نريد أن نقول مثل هذه الأمور، أن القول بتحريف القرآن أصبح من ضروريات المذهب، ونص على ذلك أبو الحسن العاملي والعلامة عدنان البحراني وهاشم البحراني. أيضا ما غير ذلك، نصوا أن التحريف هو الإجماع، ونص على ذلك العلامة عدنان البحراني والشيخ يحيى تلميذ الكركي والمفيد. بعد وش غير ذلك؟ نص مجموعة من علمائهم، منهم نعمة الله الجزائري، مجموعة من العلماء، من العلماء نص مجموعة من العلماء وهم نعمة الله الجزائري والطبرسي والعالم الهندي أحمد سلطان، بأن من نفى التحريف إنما نفاه بأي سبب؟ للتقية. فإذا كان جعفر يلعن زرارة للتقية، فمن يقول بعدم التحريف إنما يقوله للتقية. طيب، هل ممكن أن تعطينا بعض الأسماء التي قالت بالتحريف؟ نقول سنعطيكم جملة من هؤلاء: الشيخ المفسرين علي القمي، وله كتاب حشاه برواية التحريف وقد صح جميع أسانيدها، العلامة المرجع الخوي. إذن علي القمي قال بالتحريف، الجزائري قال بالتحريف، الكليني قال بالتحريف، الكاشاني قال بالتحريف، الطبرسي أحمد بن منصور، المجلسي، المفيد، أبو الحسن العاملي، سلطان الخراساني، عدنان البحراني، يوسف البحراني، النوري الطبرسي، حبيب الله الخوئي، الميثم البحراني، العياشي، محمد بن حسن الصفار، ابن عصفور الدرازي، المقدس الأردبيلي، كريم الكرماني، دلدار علي، محمد تقي الكيشاني، الكاشاني، عبد الله شبر، المازندراني، الحر العاملي، عباس القمي، عباس الكاشاني. طيب، هل قضية تحريف القرآن عند بعض إخواننا قضية خطيرة؟ لا، ليست قضية خطيرة. هذا كتاب آراء حول القرآن لمرجع كبير وآية الله العظمى الفاني الأصفهاني، يسأل سؤال صفحة 86 فيقول: هل يترتب على القول بالتحريف مفسدة؟ يقول: لا. وفي صفحة 87 ماذا يقول؟ يقول: هل الاعتقاد بتحريف القرآن مخل بالمذهب؟ يقول: لا. ثم يقول: فيجب علينا ألا نبادر بالتجاسر على القائل بالتحريف. يقول: يعني لا نتهجم على القائلين بالتحريف، بل القائل به إنما ترجح بنظره التحريف لأجل الروايات. ثم يقول ماذا؟ إنه تورع في الدين وحذر من التشكيك في الأخبار الواردة عن أهل البيت، وإن ضعفت أسانيدها وحفظا لظواهرها، وإن خالت العقل، فتجد في كلام القائلين بالتحريف أنه لو لم نأخذ بتلك الأخبار فبأي شيء نثبت الإمامة والأحكام الشرعية. إذن إثبات التحريف فرع عن إثبات الإمامة أو العكس. وحتى لا أكون أيضا مجازف، هذا كتاب مفاتيح الجنان، لا أظن أي بيت شيعي يخلو من هذا الكتاب. افتحوا صفحة 66، كل يوم جمعة أعمال نهار يؤديها الشخص ويقرأها. تجدون في أعمال نهار يوم الجمعة العمل السابع أنك تقرأ، يجب أن تقرأ آية التنزيل، آية الكرسي على التنزيل، ليس كما هو في المصحف المطبوع، وإنما هو آية أخرى، حيث قال العلامة المجلسي: آية الكرسي على التنزيل على رواية علي بن إبراهيم والكليني: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وما تحت الثرى، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم. هل هذه آية الكرسي؟ هذه آية الكرسي على التنزيل. تفسير يا أخي على التنزيل. أنت قصدك النص التنزيل ولا التفسير؟ على التنزيل. هذا تفسيرها على التنزيل. طيب، تفسير العبارة. طيب، هذا ما يأخذ من وقتي. وهذا كتاب إيش؟ تفسير القمي، شيخ المفسرين. افتح الجزء الأول، افتح صفحة 31، يقول: القرآن منه ناسخ ومنه منسوخ، ومنه محكم ومنه متشابه، ومنه عام ومنه خاص، ومنه تقديم ومنه تأخير، ومنه معطوف، ومنه حرف مكان حرف، ومنه خلاف ما أنزل الله. طيب، غيره وش غيره؟ تفسير البرهان، هذا تفسير البرهان. المقدمة الثانية ماذا يكتب في المقدمة الثانية؟ في بيان ما يوضح وقوع بعض التغيير في القرآن، يقول:
صفحة 62، اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية، أنت تريد التوثيق، هذا هو التوثيق، اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها، أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء من التغيير، وأسقط الذين جمعوه بعده كثير من الكلمات والآيات، وأن القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله الله ما جمعه علي رضي الله عنه. ماذا أيضا؟ هذا كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، أحد كبار أئمتهم، كل هذا كبار الأئمة والعلماء، أحد كبار الأئمة والعلماء، كل هذا الكتاب شحن لإثبات التحريف، لكنني والله ما توقعت أن تصل الجراءة إلى أنه يقول إن في القرآن آيات سخيفة. هذا الكتاب مخطوط، اقرأ هذا الكلام. وأنا أعطيت حسين الأسدي، الشيخ حسين الأسدي، نص ليوسف البحراني، وأنا أدعوه، وأنا أعرف أنه لن يقدر أن يقرأ نص الذي كتبه يوسف البحراني في القرآن، وأنا أدعوه أن يقرأ هذا النص حتى نعلم مقدار الثقل الأكبر. وهذا يقول: وعلى اختلاف النظم كفصاحة بعض فقراتها البالغة حد الإعجاز وسخافة بعضها الأخرى. سخافة يعني الضعف، رجع للغة. طيب خلاص، ما مشكلة، خلاص ما هي مشكلة. إذن القرآن في آية في ضعف، القرآن في ضعف، هذا رأيك. وهذا رد عليه عشرات العلماء، وهذا كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري. ماذا يقول؟ يقول: إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين، اسمع يا أخوان، الجزء الثاني صفحة 357، يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل والمتواترة الدالة بسريحها على وقوع التحريف في القرآن. ثم ماذا يقول؟ ثم يقول، اسمعوا هذه نصيحة يوجهها للجميع، قال: الأخبار الواردة بهذا المضمون كثيرة جدا، وعليك بسلوك الجادة والإنصاف وخلق ربقة العناد. يقول: لا تعاند وأنت ترد مثل هذا الكلام. فإذا ما هي إلى ماذا تصل الآن؟ أنا أختم بهذا الكلام. أيوة. وهذا كتاب الأنوار الوضية للشيخ بن عصفور الدرازي، ينص أن القرآن الذي بين أيدينا ليس سالما من التحريف والنقصان، والدليل لمن يشاء، لأن الوقت طيب. خلاصة، ماذا تطلب الآن، وماذا تقول، وماذا تريد أن تختم كما ختم الأخ المسلم؟ أقول يا إخوان، والله الذي لا إله غيره، لا يهمني أن يظهر الحق للسلفية أو لأهل السنة أو للشيعة، أنا أقول نحن أمة اجتمعت على ماذا؟ على كتاب الله سبحانه وتعالى. يجب أن نكون صادقين. والله لو في كتاب، لو في صحيح البخاري رواية فيها أن القرآن محرف، والله لأمسقه وأرميه. فيها واضح؟ فيه. طيب، فإذا كان فيها جب لي هذه الآية. فأنا أريد رواية من جعفر الصادق رضي الله عنه، يعني فداه نفسي والله، أنا أريد آية، يعني حديث واحد عن جعفر صحيح ينفي التحريف بنص قاطع. فأنا أدعو المسلمين إذا ضحينا بالقرآن وش يبقى لنا؟ فأنت طالب منهم أن يجيبوا لك رواية عن جعفر، أنت تطلب رواية عن جعفر الصادق ويكونون صادقين. يعني لماذا تطبع هذه الكتب؟ شوف هذه طبعة حديثة، ليش يطبع الكتاب هذا وتطلب وقف؟ إذا أنت تطلب تأكيد رواية عن جعفر الصادق بمنع التحريف، وتطالب بمنع السيد بعدم السيد عدم طباعة الكتب. علي الخامنئي رجل منصف، أيوة، هذه رسالة عن الحوزة العلمية، تكلم بهذا الواقع وقال يعني أننا يعني اعتزلنا على القرآن وتركنا القرآن، لذلك وقعنا في مشاكل كثيرة. وقت إضافي. طيب أوكي خلاص، فهم. فهذا الكتاب شاهد فيه علي الخامنئي ومحمد أوكي. حسين فضل الله صدقني ومحمد فضل الله قال أننا نحن نعتزل القرآن ولا نكتب القرآن. يا سنة دقي بليش جلس بليل أحضر فضل 8:14 لعيد الدوسري، وقطعت وأنا وقفت في نصف الحديث، لحظة وقفت في نصف الحديث وعطيت للسيد الموسوي قبله. شوف وقت السيد الموسوي، لا لا لا، 7:58 بديت، وعودت بديت وبعدين اللي سألته من 8:01 وديت أكثر من أحسن. فأرجوك أخي العزيز، الله يبارك. انتهيت ولا لسه بقى؟ انتهيت خلاص. طيب أنا أريد من الأستاذ حسين الأسدي يقرأ نص يوسف البحراني. لا خلاص مش حقرأ بعد شوي، ما هو تقدر تقرأ، ما أنت قريت نص؟ أنا أقرأ. أين جيب لي أي، جيب لي أي نص؟ أرجوك الآن دور الشيخ علي الكلام. أنا أعطيك نص الآن لحظة بس، أرجوك أرجوك في مجمع الزوائد، جيب لي أي شيء. أنا أطالب احتراما للقرآن أن يقرأ نص يوسف البحراني.
الزهراني قدام الناس أو يتبرأ من يوسف أو يتبرأ من هذا النص. يا أخي أنت وضحت رأيك، يا أخي أنت وضحت رأيك. خلاص يا أخوانا، عبد الله بن مسعود يا أخوانا، يا أخوانا وضحت رأيك. اسمع، جيب لي نصوصهم، جيب لي نصوصهم. أنا أريدك تقرأ أريد. تستطيع تقرأ ولا لا؟ تستطيع مصادر يا أخوانا، تستطيع تقرأ يا أخوانا، يا أخوانا ستطعن في أم المؤمنين يا أخوانا، يا أخوانا، يا أخوانا ستطعن فيها يا أخوانا، يا أخوانا تطعن فيها يا أخوانا. يا أخي يا خدوس اسمعني، لا أنا أحترمك يا شيخ حسين، أقول ما أجلك ما رأيك بهؤلاء لما يجروا لا تعرف في أم المؤمنين، لا تعرف يا أخي الأسد، يا أخي إذا أردت أن لا تستدل يا أخي الدوسري، يا أخي الدوسري، يا أخي الدوسري، يا أخي الدوسري، يا أخي الأسد. شاهدين الكرام، نعود إليكم بعد الفاصل ونستمع لرأي الشيخ الكوراني في جوابه على سؤال الحلقة، فأرجو أن تواصلوا السهرة معنا في قناة المستقلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، أهلا بكم إلى الحوار الصريح، إلى هذه الندوة العلمية، إلى هذه الجامعة العلمية المفتوحة التي يتم الحوار العلمي فيها بحرية النظر، والتي يؤمل أن يؤدي الحوار الحر فيها إلى معرفة أكثر بموضوع النقاش، وإلى ترويج ثقافة التسامح والتعددية واحترام الرأي والرأي الآخر، وتطوير النهج الحواري والنهج الديمقراطي في العالم العربي بشكل عام. الشيخ علي الكوراني، الوقت وقتك والدور دورك، والسؤال الحلقة هو: ما هو القول الصحيح للإمام جعفر الصادق في أمر صحة أو تحريف القرآن الكريم؟ ولماذا في ضوء ما قيل تطبع كتب أو يعاد طباعة كتب تقول أو تذهب إلى القول بأن تحريف القرآن متواتر أو مجمع عليه؟ تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد وآله أن تشرح لي صدري وتيسر لي أمري ولجميع المؤمنين. أمين. بالنسبة لتحريف القرآن، أوصى النبي صلى الله عليه وآله الأمة باتباع ثقلين، أهل البيت والقرآن، ولا بد أن يكون القرآن مجموعا وموجودا. وأهل البيت عليهم السلام خاضوا معركة لعدم تحريف القرآن، كان هناك اتجاهات لتحريف القرآن وما زالت وما زال الآن عندنا فتاوى في كتبهم، في كتبهم، بأن القرآن يجوز تحريفه، مو بس محرف، يجوز تحريفه. أولا الإمام الصادق سلام الله عليه لما حذفوا البسملة، والآن كلهم حذفوا البسملة، قال: قاتلهم الله، عمدوا إلى أعظم آية. تقولون كيف حذفوا البسملة والإمام الصادق وقف ضدها؟ يقول ابن قدامة الحنبلي في المغني 1/522، وروي عن أحمد أنها ليست من الفاتحة ولا آية من غيرها، ولا يجب قراءتها في الصلاة، وهي المنصورة عند أصحابه، وقول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وعبد الله ابن معبد الرماني. البسملة طارت. الإمام الصادق عليه السلام يشن حملة على هؤلاء. عمر أضاف سورتين إلى القرآن، إلى الآن يفتي ابن تيمية بأنه يجوز أن توضع في القرآن. يقول ابن تيمية في جامع الرسائل صفحة 160: وكذلك بعض العلماء أنكروا حروفا من القرآن كما أنكر بعضهم إلى آخره. يقول: وبعضهم كان حذف المعوذتين، وآخر يكتب سورتي القنوت، وهذا الخطأ معفو عنه بالإجماع، اكتبوا سورة الحفد والخلع إذن يجوز. هذه معركة أهل البيت سلام الله عليهم ومعركة الإمام الصادق. أيضا الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه في سلامة القرآن، وأن كل شيء يرد إلى هذا النص، هذا القرآن. في الكافي 1/220 من مجموعة أحاديث بأن القرآن، يعني القرآن الفعلي مقياس كل شيء، اقرأوا القرآن وقيسوا عليه، كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. بعد يقول الشيخ عايض أنه الشيعة دخلت إلى بيوتهم فلا يوجد إلا نسخة القرآن. شكرا. هل رأيتهم يقرؤون آية الكرسي كما في هذه الرواية الشاذة؟ يقول: أنا حاضر أمزق أي كتاب، تفضل مزق مسلم. عائشة تقول: مسلم 467،
كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن من نسخهم بعد الشيخ عايض بنسخهم ما نسخت. هذا في مسلم وغيره وغيره. هاي آيات اللي عائشة تقول أن انشغلنا كانوا بغرفتي تحت السرير وإجت سخلة، هو آيات وغيرها أكلتهم السخلة. هذه يعرف الشيخ عايض ناقشنا فيها والشيخ عثمان آيات عائشة التي أكلتها السخلة. هذا كله بسيط جدا أمام هذه الفتوى. هذا الحديث اللي صححوه، ليس المسألة الروايات التي عندهم تقول أن القرآن كان 3 أضعاف وخمس أضعاف، هذه كثيرة. وهذه الرواية من أحمد صفحة مجلد 4 صفحة 30، والحديث صحيح. يقول فيه عمر كل القرآن يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، كل اقرأ كما تريد بس لا تجعل آية الرحمة عذاب والعذاب رحمة، يعني غير الألفاظ. يقولون لها تفسير، لا تعالوا شوفوا كيف أفتوا فقهيا، أفتى الفقهاء بجواز. مثل ما أن التشهد قالوا يجوز أن التشهد نغير فيه، ويجوز أن القرآن يغير فيه أيضا، نغير ونحرف بمعناه بس لن نقلب العذاب رحمة والرحمة عذاب. وهذه موجودة في كل الفتاوى الفقهية، كتبهم الفقهية، يجوز تغيير آيات القرآن ولا مانع من ذلك. إذن هذه التي تحتاج إلى معالجة. إخواني الأعزاء، لا يتسع المجال لأن أقرأ هذه الفتاوى، راجعوا بهذه الفتاوى، راجعوا هذه مصادرها. الشافعي في اختلاف الحديث صفحة 489. الأم، أنا كاتب في هذا الموضوع أمس، هو ذكر كتابي لابد شايف، يقول 1000 سؤال وإشكال على المخالفين لأهل البيت الطاهري. هذا في الأم 1/142، البيهقي 2/145، الحنبلي ابن قدامة في المغني 1/575، وهذا المجلد الثاني من 1000 سؤال وإشكال، يمكنك أن تقرأ فيه هذه البحوث مفصلة. عون المعبود يقول كله يجوز نغير القرآن كله. هذه إذن ليست المشكلة في أنه توجد روايات في بطون الكتب، عندهم روايات في بطون الكتب أضعاف، وعندهم فتاوى بجواز التحريف. نقول لهم أوقفوا الفتاوى بجواز التحريف، لا تفتوا بها، وذيك تعالج. مثل عندنا في بطون الكتب عندنا روايات وعندهم روايات، عندهم روايات بالزيادة في القرآن، المعوذتين مش من القرآن، البسملة مش من القرآن، الفصل بين السور يقولون. نحن ما عندنا ما يقول أي آية زايدة، عندنا روايات تقول أنهم حذفوا آيات، وأنه إذن ما عندنا قول بأن القرآن فيه زيادة، عندنا قول بأن فيه نقص. إذن القرآن الموجود على لو صحت أضعف رواياتنا واللي كلها مرفوضة، القرآن سالم، لكن عندهم يقولون فيه زيادة. أنا أكتفي بهذا أخي الكريم، وعندنا عندنا كثير من النصوص، وعندي ملاحظات لابد لي أن أقولها على ما مضى. ذكر الشيخ عثمان هذا الحديث الموهن للزهراء سلام الله عليها ولأبيها صلى الله عليه وآله. كيف يقول عندكم رواية تقول أن النبي ما كان ينام حتى يخلي رأسه بين ثديي الزهراء؟ مين يستحي من هذا الكلام؟ الرواية مرسلة لا سند لها، والموجود أنه الموجود عندهم عن عائشة ما يندي الجبين، هذه كلها تهين النبي صلى الله عليه وآله، نرفضها. كل رواية فيها إهانة لرسول الله أو إخلال في عصمته، نحن نعتقد بعصمة النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة وبعدها، في التبليغ وغيره، في أمور الشخصية وأمور العامة، العصمة حتى عن الخطأ والسهو والنسيان. وما ذكره الشيخ عايض الدوسري عن السهو ما فهمه مع الأسف. يقول الصدوق أن من الغلو من ينفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، ما فهم، لأنه هؤلاء يقولون أن الله لا يمكنه أن يسهي النبي، يعني يؤله رسول الله. لكن بعدين الصدوق يقول أما ما يقوله بجوازه من السهو إسهاء الله، يقول وليس سهو النبي كسهونا، لأن سهوه
من الله عز وجل، وإنما أتاه ليعلم أنه بشر مخلوق. هذا من لا يحضره الفقيه 1/296، وهو نقل منا صفحة 224. إذن كيف ما قرأ هذا؟ إذن نحن ننزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة نقطة أخرى، الكذابون على الإمام الصادق سلام الله عليه. نقل الخضري والشيخ عثمان عن الوضاعين على الإمام الصادق ومن الكشي، ونفس الرواية لو مكملها يجد أن جماعة حكوميين جاءوا ليأخذوا الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ونقل قال لهم ماذا سمعتم من غيري، أخذوا يحدثوا، حدثوا عن مقام أبو بكر وعمر، عن ندم علي على حرب الجمل، عن 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 عن، وكل موجود هؤلاء الكذابون الحكوميون، أنواع الكذبة على الإمام الصادق سلام الله عليه، أولهم أتباع بني أمية والحكوميين. كل ما ذكره الشيخ عثمان من مشكلة علمية في أحاديثنا حول القرآن أو غير القرآن هذا عامة، ليس هناك مشكلة خاصة في أحاديث الشيعة أبدا، والبلاء والإسرائيليات في أحاديث غيرنا أكثر، لأن اليهود يجون لدار الخلافة ما يجون للمعارضة المشردة، هم وأئمتهم قتلين مشردين. فإذا المشكلات في تراث الحكومي، يعني في تراث الخلافة القرشية، في تراث الرواة الذين كتبوا بحبر الحكومة ورواتبها، المشكلة فيه أكثر. عندنا شهادة ثالثة في الأرض. عندك دقيقة إضافية شيخ الكولاني؟ شكرا، الله يعزك، لأنه في هذه النقاط أكملها من فضلكم. عندنا الشهادة الثالثة في الأذان، الشهادة الثالثة في الأذان. أولا لما واحد يقول المؤذن الله أكبر يستحب أن تقول له كبرت كبيرا لا يقاس وعظمت عظيما لا تدركه الحواس، هذه مستحبات بعد التكبير. لما تقول أشهد أن محمد رسول الله، عندنا قاعدة عامة، كلما شهد للنبي بالنبوة يستحب أن يشهد لعلي وأهل بيته بالولاية، كانت إخفاتية أجهر بها الشيعة، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ خلي سووها إخفاتية، موضوع آخر ذاك، لكن لا نقولها بجزء من الأذان. هؤلاء اللي ذمهم الصدوق الذين قالوا إنها جزء من الأذان. عندنا أيضا مسألة أخرى، مسألة أخرى ولعلها أخيرة أنا أكمل إن شاء الله إخواني الأعزاء. نقطة حول لما يقول الشيخ عثمان هذا الراوي عندنا كذاب، عندي كذب، هذا الحديث عندك، عندك من أنت تتكلم عن من؟ ابن تيمية، كل عند ابن تيمية، عندنا جابر بن يزيد الجحفي، عندنا كذاب، عندكم حضرتكم من؟ وانت ما عندك اجازة اجتهاد او فتوى، وبتفتي في موقعك انه يحرم ان يقال للشيعة يا اخي. والله في القرآن يقول لهود واذ قال لهم اخوهم هود اخو الكفار الفجار يسمي اخ. عندنا بالتصحيح والتضعيف، أرجو لمن يريد أن يعرف منهج الشيعة في التصحيح والتضعيف أن يقرأ كتاب منتقى الجمال في الأحاديث الصحاح والحسان، البحوث الرجالية في داخل كتب الفقه والبحوث الرجالية. وأخيرا ورح أختم يا دكتور، أخيرا يبقى السؤال، سؤال سيف علوي مسلط على من يقول أن الإمام الصادق إمام جليل، أين مذهب الإمام الصادق؟ أين مذهبه؟ ولماذا نشأت مدام أبو المذاهب؟ لماذا نشأت المذاهب بعده؟ عثمان الخميس افترى على الإمام الصادق أنهم ما رأوا، أول شيء قال أنه فقه الإمام الصادق وأحاديثه عند مالك وعند أبو حنيفة، طيب بعدين قال أنه كان سيء الحفظ، ما ينقل عنه مالك إلا حتى يضم إليه واحد، لم يرمي أحد الإمام الصادق بأنه سيء الحفظ إلا هذا التابع لابن تيمية الشاذ عن المسلمين. طيب شكرا شيخ الكولاني، حياكم الله، الله يحفظك، شكرا جزيلا. أدري ما يسوي على دقيقتين، دقيقتين وخديم يا رجل اللي ما قطعت الأخ الشويقي يخلص حديثه، نبهته، لا نبهته قبل ما يكمل بثلاثة مرات، أنت فاكر حب عمل عيد للشريط يا أخي المخرج، حتى الأخ الشيخ عثمان الخميس يرى أنه أنا الأخ باندر الشويقي نبهته قبل ما يخلص، ونبهته قبل الدقيق، وأعطيت الأخ على الدوسري يخلص وقته، لما واحد يكون يكمل في كلام بارك الله، يضيف دقيق. بارك الله فيك، بارك لو كل واحد فيكم جاي يدير في هالجلسة كان حلاقي نفس التعب. صحيح، لما واحد يكون يتكلم هو في آخر دقيقة تعطيه دقيقة حنحسبها للتالي، زاد دقيقتين ياخذها الشيخ عثمان، مشكلة
لا انا اقول له ذلك يقول لي ما بدي اياه. معلش حمك علينا يا خذنا بحنانك بلطفك بلطفك. طيب جاء دورك شيخ عثمان الخميس تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اله الاولين والاخرين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين امامنا وحبيبنا وقره عيننا محمد بن عبد الله وعلى اله. اما بعد، حقيقة أوجه كلامي لإخواني الشيعة خلافا لمن قال إني أحرم أن يقال إنهم إخواني. هذا كذب علي، وأنا أوجه هذه الكلمة لإخواني الشيعة ولإخواني السنة. أقول لهم بارك الله فيكم جميعا، إذا كان تصحيح الحديث وتضعيفه عملا اجتهاديا قابلا للتغيير حسب الزمان، فنحن نقول هذه مسألة مزاجية وليست مسألة علمية. اجتهد المجلسي والجزائري والمازندراني ويوسف البحراني وعدنان البحراني وغيرهم من خلال الروايات فصححوها وقالوا القرآن محرف في اجتهاد في تصحيح الروايات، وتبعهم على ذلك مقلدوهم كلهم قالوا القرآن محرف بناء على أن هذا هو المذهب. ثم يجتهد الإخباريون والشيخية كذلك يجتهدون في تصحيح الحديث، وعندهم علماء وعندهم مراجع، وبناء على الروايات التي صححوها كذلك فقالوا بالغلو بأشياء كثيرة، حتى إن الأصوليين كثير منهم يكفرونهم. لماذا؟ لأنهم غلاة في دعوى أمور أخرى كثيرة. طيب، اجتهد البرقعي فنسف الكافي وألف كتابا اسمه كسر الصنم، فنسف أصح كتاب في الوجود عند الاثني عشرية، وكذلك اجتهد محمد حسين فضل الله المرجع الشيعي المعروف ونفى مظلومية الزهراء بناء أيضا على الأحاديث، اجتهد في صحة الأحاديث فقال ليس ثمة دليل شرعي على أنهم ضربوها وأحرقوا الباب. وفي المقابل لأنه اجتهد نجد أن المرجع جوادا التبريزي يسأل هل جميع كتب محمد فضل الله كتب ضلال، فيقول باسمه تعالى حيث إن مطالبه الضالة منتشرة في كتبه فالأحوط ترك قراءة جميع كتبه والله العالم. باسمه تعالى لا يجوز ترويجه وتأييده ولو بالحضور أو الاستماع لمحاضراته، وهذا كتاب الحوزة العلمية. هو يقول الآن في الروايات ليش اجتهد لماذا اجتهدوا في اجتهد أحمد الكاتب، الدكتور أحمد الكاتب اجتهد فنسف أسطورة المهدي المنتظر ونسف أسطورة الاثني عشر وقال أنا جعفري ولا أؤمن بمن بعده أنه إمام، بناء على ماذا؟ بناء أيضا على تصحيح الأحاديث. وهكذا يستمر هذا الاجتهاد، والآن يجتهد الكوراني فيقول جعفر الصادق عندنا يعلم الغيب، والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. اجتهادات مفتوحة بناء على هذه الروايات، هذا يصحح وهذا يضعف. الآن نحن نتكلم عن الأحاديث الصحيحة التي تنسب إلى جعفر رضي الله عنه ورحمه في نفي أو إثبات تحريف القرآن. ذكر الدكتور عايض الدوسري حفظه الله تعالى حديث 17,000 آية وهم يصححونه وينسب إلى جعفر رضي الله عنه وهو منه براء، ولكنهم يصححونه. ما تستطيع تسكت؟ لا هو يسكت بالهدوء. لا يقول يقول ما قاطعت عارف تقول بس رجاني عارف مش ما تسكت تقول بس رجاني هذا قصدي. طيب ماشي،
هذا الحديث في الكافي ليس خطأ في الكافي، حديث 17,000 آية، لكن الدكتور الموسوي لم يقرأ الكافي الظاهر. عجيب. نعم. التصحيح. أنت لا تعرف. ليس تصحيفا. ليس تصحيفا. المجلسي. المجلسي صحح الحديث وقال المجلسي هذا دليل أن القرآن محرف من هذا الحديث. إيش 7,000؟ العلماء الآخرون قالها تصحيح. طيب. خليه كمل شيخ الموسوي، خليه كمل. وهذا في بصائر الدرجات عن أبي جعفر عليه السلام يقول: ما من أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن كله كما أنزل. كما أنزل الله إلا كذاب، ما جمعه وما حفظه كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب ولا إما من بعده، وسندها صحيح. وهذه في بصائر الدرجات صفحة 13,200 في تفسير القمي الجزء الأول صفحة 59,100 قال: وقوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، قال: حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما أنزلت لكن الله يشهد بما أنزل بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. والخوئي صحح ووثق جميع رواة القم، وإلى الآن لم يأتوا برواية واحدة عن الصادق رحمه الله تبارك وتعالى تقول بعدم التحريف. يقولون: نشترط وثاقة الراوي ولو كان مسيحيا. والدكتور النجدي في لقاءات سابقة قال: التواتر لا يشترط فيه أن يكونوا مسلمين. والحر العاملي في وسائله يقول: فتراهم يوثقون الكذاب والفاسق بل والكافر. معاشر المسلمين، هل تقبلون أن تأخذوا دينكم هكذا؟ لهذه الفوضى أفسد زرارة بن أعين بن سنسن النصراني، وأفسد عبد الله بن سبأ اليهودي، وأدخل هذان الاثنان ما أدخله بولس على دين النصارى. نصراني ويهودي وثقات، وتقبل روايتهما كذبا وزورا على أئمة أهل البيت. ولنا سؤال نوجهه إليكم جميعا: أين قرآن الصادق؟ أين قرآن جعفر بن محمد الصادق؟ هذا القرآن الكريم الذي تقرؤونه في بيوتكم، افتحوا آخر المصحف، رواية هذا المصحف بعد الفهرس مباشرة. كتب هذا المصحف الكريم وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان وعلي وأبي وزيد. أين قرآن جعفر رضي الله عنه وأرضاه؟ اسألوا علماءكم، اطلبوا من مراجعكم أن يأتوكم بقرآن رواه الأئمة. أليس حديثه حديث أبيه وحديث أبيه وحديث أبيه حديث جده وحديث جدي حديث رسول الله؟ أين هذا الإسناد؟ أين القرآن من هذا الإسناد؟ أليس أعظم العلم القرآن؟ ألستم تقولون ويقال لكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدينة العلم وعلي بابها؟ لماذا لم يأتي القرآن من طرق أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما قرأت علي بن أبي طالب؟ قرأت الآن أنت علي ولا ما قرأت؟ أجبني صح ولا لا؟ ولأن قلت عن علي؟ أجبني. خليك من الدرد الأخلاسدي، بعد شوي الأخلاسدي عنده فرصة. ما في جواب طبعاً. كمل عند رأي الأخلاسدي. كمل يا أخ الشيخ عثمان الخميس. إذا يستطيع أن يسكن. ليش هذا؟ كمل. هذا القرآن الكريم كما ذكرت الآن يرويه أهل السنة. نحن رواة القرآن. نحن رواة كتاب الله تبارك وتعالى. نحن الذين نروي عن آل البيت. نحن الذين نروي عن علي. أبو عبد الرحمن السلمي هو الذي رواه عن علي وليس الحسن وليس الحسين. ولنا رواية وطريق للحسين رضي الله عنه، ولنا رواية وطريق عن علي بن الحسين وليس لهم. اسألوا مراجعكم، اسألوا علماءكم، اذهبوا إليهم، قولوا لهم
أين قرآن آل البيت؟ أين القرآن الذي رواه زرارة؟ أين القرآن الذي رواه جابر الجعفي؟ أين القرآن الذي رواه أبو بصير؟ أين القرآن الذي رواه محمد بن مسلم الطائفي؟ أين هذا القرآن؟ نحن نروي القرآن بالتواتر، بينما هم لا يروونه ولا بإسناد واحد إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب سليم بن قيس قال: كتاب صحيح عندنا. المفيد يقول: هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس. ويقول ابن الغضائري: ضعيف لا يلتفت إليه. وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه، يعني أبانا ابن أبي عياش. شنع كثيرا دكتور الموسوي على قضية البول واقفا. سئل الصادق عن البول قائما فقال: لا بأس به. وهذا في الكافي الجزء السادس صفحة 500، وفي وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 250 و300. وسئل كذلك الصادق رضي الله عنه: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم. وهذا في وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 250 و300. حديث ذكره أخي الشيخ محمد الخضر، حديث الكليني، أنه لما سئل على أي شيء الأرض قال: على حوت. قال: والحوت على شيء؟ قال: على ماء. إلى آخر هذه الخرافة، وإسناده صحيح جدا عندهم، ولم نسمع ردا لا عليه ولا حديث الذي كان في بداية الحلقات، وهو: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. وقالوا: نبحث في إسناده ولا أدري متى يأتي الجواب. يقولون: قاله تقية، قوله قول الله، الله يتكلم تقية، اتقوا الله في أنفسكم. فتوى الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى، الشيخ فتواه ذكرها الدكتور الهاشمي حفظه الله، فقال: المنقول نقلا صحيحا، يعني مذهب جعفر الصادق المنقول نقلا صحيحا. ونحن نقول معه تماما: نعم، نحن نؤمن ونقبل جميع مذهب جعفر رضي الله عنه المنقول نقلا صحيحا. أين المنقول نقلا صحيحا؟ لا نجده شيء من إلا في كتب أهل السنة. بحديث الاثني عشر إمام. حديث الاثني عشر إمام الذي قال الدكتور الموسوي، يعني كيف، يعني من هم هؤلاء الأئمة الاثني عشر؟ أولا ذكر الدكتور الموسوي ليس في الحلقة الماضية، في التي قبلها قال اثني عشر إماما، وهذه الرواية غير صحيحة، وإنما الرواية صحيحة اثني عشر خليفة وليس إماما، حتى يليهم اثني عشر. ونحن نقول: أولا جعفر الصادق رضي الله عنه والباقر وغيرهم من الأئمة الاثني عشر، هل هؤلاء خلفاء أو أئمة؟ أئمة وليسوا خلفاء، والحديث نص على الخلفاء. النبي قال صلوات الله وسلامه كلهم من قريش، ولم يقل من بني هاشم، ولو أراد عليا وأبناء لقال أولاد علي وهو أبلغ الناس صلوات الله وسلامه عليه. أصحاب الأئمة السابقون ما كانوا يعرفون هؤلاء الأئمة. رد على النقطة فقط. طيب ماشي، أقرأ هالفقرة فقط. أصحاب الأئمة ما كانوا يعرفون هؤلاء. يقول الدكتور الموسوي: أطالب عامة المسلمين بمعرفتهم. سئل الخوئي عن كبار أصحاب الأئمة الصادق، الإمام الصادق، الذين تاهوا بعد وفاته فلم يعرفوا إمام زمانهم من بعده حتى اهتدوا إلى ابنه الإمام موسى، فقال: الروايات المتواترة الواصلة إلينا من طريق العامة والخاصة قد حددت الأئمة عليهم السلام باثني عشر من ناحية العدد، ولم تحددهم بأسمائهم واحدا بعد واحد. هذا في صراط طيب. النجاة الجزء الثاني صفحة 52 و400. يكفي هذا شيخ عثمان من ردود ومن تعليقات، بارك الله فيك. الآن مشاهدي الكرام نسمع جواب الأخ حسين الأسدي على سؤال الحلقة: كيف نعرف القول الصحيح للإمام جعفر الصادق؟ وهل يستطيع أن يجاوب على طلب الإخوان بروايات منسوبة للإمام جعفر تنهي الجدل حول الموضوع وتنور المشاهدين، غير روايات الآخرين تأكيدا أو نفيا؟ تفضل يا أستاذ تأسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالطبع الكلام عن تحريف القرآن وعدم تحريفه هي مسألة عقائدية، وكما أسلفت قبل قليل أن القضايا العقائدية تؤخذ باليقين ولا تؤخذ بالروايات الآحاد ولا تؤخذ بالظنون،
لأن المنهج في القضايا العقائدية عندنا يختلف عند جمهور المسلمين في الواقع، يختلف عن المدرسة السلفية. وحيث أن قضية تحريف القرآن من القضايا العقائدية أيضا، فلذلك إن جاءت الروايات ما لم تكن روايات متواترة سندا ويقينية دلالة، أي أن مضمونها يفيد التحريف، لا يمكن التسليم بها ما دام الدليل قد دل على أن القرآن مصون عن التحريف. فيما يتعلق بالقضايا التي ذكرت، في واقع الأمر هي قضايا كثيرة، لكن فيما يتعلق بالواقع قبل أن يبحث قضية تحريف القرآن، نحن نسأل الأخوة السلفية قبل قضية تحريف القرآن، وبالطبع مشهور علماء الشيعة لا يقولون بالتحريف، شذ بعض الذين قالوا بالتحريف كما موجود في الفريق الآخر، شذ أيضا من قال بالتحريف. لكن السؤال الأخطر ليس هي قضية تحريف القرآن من الصحابة أو من النقلة أو من الرواة أو أنه وصل إلى، القضية الأخطر وهي أن رسول الله هل كان يبلغ القرآن صحيحا أو أنه لا يبلغه صحيحا. هنا قضية أخطر للأسف الشديد، إذا نرجع إلى مصادر الطرف الآخر نجد أنه يخون رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن أن ينفث الشيطان على لسانه كما جاء في حديث الغرانيق، وحديث الغرانيق معروف لدى الجميع وقد صححه مجموعة كبيرة من العلماء. أكمل من صحيح من لأن هذا كلام يشبه على المسلمين كلهم شيعة وسنة، فيقول إذا كان عندك أصل القصة، أصل القصة موجودة في صحيح البخاري، من يرجع إلى صحيح البخاري جزء 2 صفحة 7 مثلا. من صحيح يا اخي لو انا تكلمت لما تكلمت انا اكمل فقط مره واحده قلت لكم مصدر تفضل مره واحده تفضل اكمل نعم. اصل القصه موجوده في صحيح البخاري، ومن صححها صححها الحافظ ابن حجر العسقلاني، دافع عن القصه مستميتا حافظ ابن حجر العسقلاني، ومن ارتضاها ممن ارتضاها ابن تيمية في مجموع فتاوى، واعتبرها أنها دليل على مصدر الصفحة. يا أخي أنت من قريت هسه أخو أنا بعدين إذا تدي أعطيك كل الصفحات أكمل مصدر واحد بس. نعم فإذا هناك قضية أخطر من قضية تحريف القرآن. أما عندنا نحن الطرف الآخر بالطبع نحن نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القصة مجمع على بطلانها واستحالة أن تقع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا رجعنا إلى هذه القصة، هذه القصة تقول بأن هناك نفثا من الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الحال، الآية في سورة النجم لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله واللاتي والعزة، نعم يقول لما نزلت في البخاري، لما نزلت سورة أنزلت فيها سورة النجم، قال فسجد رسول الله وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. هاي أصل القصة. أما تفصيل القصة من يرجع إلى كتب مثلا ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري في المجلد 8 في شرح هذه القصة، يقول هناك ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا، فنزلت هذه الآية وأخرجه مجموعة يذكر بعدين هو من أخرجه. أقول هناك قضية مهمة، من أراد أن يطعن بالطرف الآخر لا بد عليه أن يلتزم بالمنهج العلمي. نعم هناك مرويات موجودة في طرق الشيعة ومن طرق السنة أيضا تشير إلى قضايا التحريف، مثلا الرواية التي أشار إليها العائض الدوسري التي تقول بأن هناك في مفاتيح الجنان زيادة، في مفاتيح الجنان زيادة، ليرجع هذه الزيادة يجد شبيها بها موجود في المستدرك على الصحيحين التي على ما أنزلت في المستدرك على الصحيحين جزء 2 صفحة 334 يجد شبيهها، يقول عن ابن عباس يقول
سألت ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. قال أبو نضرة فقلت ما نقرأها كذلك, يعني ما موجودة عندنا هيك شيء بالقرآن إحنا الآن. فقال ابن عباس والله لأنزلها الله كذلك. هذا حديث صحيح, أنزلها الله ما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. صححه ابن حجر, صححه المستدرك, العفو, الحاكم النيسابوري في المستدرك, والحافظ الذهبي قال صحيح على شرط مسلم. وبالطبع في صحيح البخاري رواية في صحيح البخاري شبيه بهذا في سورة في آية الحج. فإذا هذه أنزلت, لابد أن تفهم أن هناك شيء الإنزال والتبليغ, والفارق بينهما أن الإنزال ينزل معه التفسير, والتبليغ هو بعض الآيات القرآنية التي تصدر إلى الناس. أما بالنسبة إلى الرواية عن الرواية الصحيحة, طبعا نحن نطالب الأخوة أيضا, نقول لهم هل لديكم رواية صحيحة عن رسول الله تقول بأن القرآن ليس بمحرف؟ لا تقول لي أن الآية قرآنية. نحن نطالبهم أيضا, أين الرواية الصحيحة عندهم؟ نحن عن جعفر, أهم شيء جعفر الصادق. نعم نعم, السؤال متبادل, أقول أين الرواية الصحيحة عندهم أن القرآن ليس بمحرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ خلينا عن جعفر الصادق, عن جعفر الصادق, لأن نحن تبعنا الرسول هم تبعهم جعفر. لا لا, السؤال هو سؤال عن جعفر الصادق رضي الله عنه الأساسي, يعني الأساسي عن جعفر الصادق. سؤال مقابل السؤال. أما بالنسبة للرواية الصحيحة, نعم هناك رواية صحيحة لدينا تقول بأن القرآن الذي بين أيدي المسلمين هو هذا القرآن, كما هو عن الإمام الصادق عليه السلام, جاء في كتاب عمل شهر رمضان, طبعا في كتاب مستدرك الوسائل, وكذلك رواه المفيد في الاختصاص الجزء الرابع صفحة 372 عن الإمام الصادق بسند صحيح عن أبي عبد الله. يقول عن الإمام في دعائه لما يأخذ القرآن والجامع, يقول هكذا عن أبي عبد الله أنه كان من دعائه إذا أخذ مصحف القرآن والجامع قبل أن يقرأ القرآن وقبل أن ينشره, يقول حين يأخذه بيمينه بسم الله اللهم إني أشهد أن هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله, وكتابك الناطق على لسان رسولك فيه حكمك وشرائعك إلى آخره. وهذا سنده صحيح, هو نفس المصحف اللي هنا. طبعا هذا المصحف اللي بين المسلمين راويه عن بأسانيد معينة. هذا صحيح. قضية القراءات, يقول بأنه عن ابن أبي عاصم وما شابه. بالطبع ابن أبي عاصم هو شيعي بالمناسبة, شيعي, وقد نص الحفاظ على في ترجمتي على أنه شيعي, إضافة إلى أنه يريد سندا صحيحا للقراءة عندنا, يعني لقراءة القرآن أو للقرآن عندنا. أقول له نعم, يوجد سند صحيح عندنا إلى حمران بن أعين, أخو زرارة بن أعين, وهو شيعي معروف, إلى حمران بن أعين, إلى جعفر الصادق عليه السلام, وهذا ذكره أي ذكره الذهبي في ترجمته من كبار معرفة القراء, ترجمة حمزة الزيات الكوفي, وهو شيعي معروف. فهذا سند صحيح لمن أراد أن يراجع أن القرآن عندنا أيضا جاء بسند صحيح. أما بالنسبة عن رواية البول قائما, أقول هذه الرواية, وين المصحف هذا حق حمران؟ هو نفس هذا المصحف, هذا المصحف نفسه, خلينا في المصحف. وين سنده؟ مو مكتوب هنا سنده, مكتوب هاي طبعا. أقول هذا من نفس القرآن. تجيب رجل بس لا يحسب وقتك, تقدر تجيب بكرة القرآن اللي برواية حمران بن عين؟ هو هذا نفسه, هذا نفسه. طيب بس هذا مروي بطريق ثاني. أقول هذا مروي, التفت, هذا مروي إلي وين؟ إلي من مروي؟ مروي إلى ثلاث طبقات, بينما حمران أين؟ حمران في الطبقة السابعة. طيب وين؟ ليش ما طبعته؟ نفس هذا. أقول هو نفس هذا القرآن يطبع, لماذا؟ يطبع في إيران نفس القرآن هذا. سند نفس السند. لا خلاص خليك. أقول هو نفس القرآن بيصل إلى هذا, يصل يتصل إلى أن يصل إلى أبي نبي النجول, إلى علي بن أبي طالب عن طريق الصادق عليه السلام. الصادق يروي عن أبي النجول. نعم يروي عن. نفس القرآن هذا. عيب يطبع في إيران. صادق يروي. أنا ما أقول عيب هذا. أنت تقول بالأخلاق, هذا هو أدب. جعفر يروي عن أبي. أنا ما قلت هذا. خلاص خلي هو حيوضح كلامه. هذا عيب هذا الإسلوب. حيوضح كلامه. على العموم
هذا الصراخ على قدر العلم ان شاء الله. هذا دليل لانه انتم انكشفتوا وانفضحتوا فتبين انه هو الموقف ضعيف صحيح جدا. صحيح. بالنسبه الى الروايات التي قال بانه فتوى شلتوت، انا اقول طبعا اذا كانت فتوى شلتوت غير مقنعه انا اتيك بفتوى ابن القيم الجوزيه. انت تقبل فتوى شلتوت؟ تقبلها؟ في انه تعبد بجواز التعبد بمذهب العشري؟ المذاهب الخمسة. المذاهب الخمسة؟ تجوز شلتوت لمن يقلده أنا ما طيب تجوز تنصح الشيعي تجوز الشيعي على العموم أن يكون حنفي؟ على العموم أعطيني المجال. أنا ما أقول أنصح بالنسبة إلى بالنسبة إلى فتوى مسلمون لماذا يأخذ نصف فتوى شلتوت ويترك نصف؟ كلهم مسلمون. أعطيني مجال لكن خليك خليك أعطيني مجال في وقتك. بالنسبة إلى فتوى شلتوت لم يقتنع بها، أنا أقرأ له فتوى ابن القيم ليسمع ما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة في الجزء الثاني صفحة 616. قال الوجه التاسع في من ضمن كلام استدلاله يقول أن فقهاء الإمامية من أولهم اسمع أن فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به، وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمد وغيره من أهل البيت. يعني ماذا يعتمد على النقل عن جعفر بن محمد على علماء الشيعة؟ اسمع ماذا يقول. يقول وهب أن مكابرا كذبهم كلهم وقال قد تواطؤوا على الكذب عن أهل البيت، ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد، وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب جميل والجهل جميل، وقد روى أصحاب صحيح إلى آخره. أقول اعتمد هذه الكلمة المهمة، اعتمد في نقل قضية مهمة عن أهل البيت عن الصادق عليه السلام على من اعتمده؟ على علماء الشيعة الإمامي، وقال أن الإسماعيلية ولا الإمامية ومصطلح الإمامية 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 هو المهم الاثنى عشرية. تفضل تفضل تفضل. أرجوك أرجوك. بالنسبة إلى ما يتعلق بالكلمات التي نقلت الآن دخلنا في الوقت الإضافي لك فحتى تعمل حسابك حتى تعمل أولوياتك. نعم أيوة. بالنسبة إلى الاختلاف في التصحيح والتضعيف، الاختلاف في التصحيح والتضعيف، يقول الخميس كيف هذا اختلاف، هذا يقول صحيحة وتذلك يقول ضعيفة. أقول قبل قليل قرأت عليكم 300 رواية رجل عالم كبير كالحافظ ابن الجوزي يقول موضوعة، يقول عنها أنها موضوعة، وهي وبعضها موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيره من الصحاح والمسند. أيوجد اختلاف أكبر من هذا؟ أما في تقييم الأشخاص أن هذا يطعن في رجل وآخر يقول عنه لا ليس مطعون فيه، فافتح كتب الرجال وأنت ترى العجب العجاب، لا يوجد رجل لم يطعن فيه من الأئمة الكبار إلى أدنى الرواة. التفت الآن، ارجع إلى ترجمة البخاري مطعون في عقيدته، ارجع إلى ترجمة مسلم مطعون في عقيدته، ارجع إلى أبي حنيفة هذا الإمام الآن الذي تتبعه جملة، كفره علماء عصر من بينهم الإمام مالك، كفر ابن حنيفة وقال من كاد الدين فليس أبو حنيفة كاد الدين ومن كاد الدين فليس له دين. ارجع إلى ترجمة أحمد بن حنبل تجد أن الكرابيسي طعن فيه وقال وش هالولد، احترن فيه، نقول له مخلوق يقول كافر، نقول له ليس بمخلوق يقول كافر، وهكذا. فالمسألة الطعون التي موجودة عند أهل التراجم كثيرة جدا، ولذلك لتقييم الرجل لابد على الإنسان أن يجمع بين من طعن فيه وبين من وثقه، فمن وثقه إذا رجحت كفة من وثقه يؤخذ بها، وإذا رجحت كفة من طعن فيه يؤخذ بها. الكلمة واحدة دكتور. أقول مسألة تحريف القرآن من القضايا التي اتفقت عليها كلمة المسلمين المعاصرين، ولذلك من العبث أن يأتي شخص الآن من أجل أن ينشر الغسيل من هذا الطرف أو ذاك الطرف سواء من الشيعة على السنة. بالطبع الروايات موجودة والكلمات موجودة، لو رجعنا نجد أن كبار الصحابة من كبار الصحابة أنكر قرآنية بعض الآيات، وهكذا بالنسبة إلى كثيرين. فلذلك القضية لابد أن تفهم جيدا أن القرآن
الآن متفق عليه بين المسلمين جميعا شيعتهم وسنتهم على أنه ما بين الدفتين، ولا أحد يقول بنقصانه أو زيادته أو تحريفه. نعم هناك ما يتعلق بالمعنى وهذا أمر آخر. طيب شكرا يا شيخ الأسدي. ثانية واحدة إذا نصف دقيقة. لا 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 لحظة. نصف دقيقة. أنا زدت زيادة. لا أنت ما يخالف. زدتك زيادة أكثر من الشيخ الكردي يا شيخ الأسدي. أقصد نصف دقيقة. يا شيخ الأسدي زدتك على الشيخ الكوراني، زدتك أكثر على الشيخ على الأخ. دكتور سعطيتهم. أرجعنا أديتك من 8:58 شوف. 15 دقيقة ديلك أكثر. دكتور هاشم. أرجوك. دكتور هاشم. أرجوك. يعني عادة يعني أنت كانت لك طريقة طيبة. وهي قضية إن نخرج بشيء نجتمع عليه. كما يعني هي العادة، كما لعن المجسمة تبرعنا منكم الآن. الآن يعني أصدر أهل السنة يعني فتاوى كثيرة ونصوا على هذا وإجماعهم عليه أنه من قال أن القرآن زائد أو ناقص أو محرف أو فإنه كافر. طيب نحن الآن نطالب بفتوى أيضا من الحوزة. طيب أنها حساس نخرج بنتيجة أنها نحن متفقون أن جعفر صار لا يقول بالتحريف. طيب طيب نريد فتوى أيضا من الحوزة توافق فتوى أهل السنة أنه من قال إن القرآن محرف أو ناقص طيب فإنه كافر خارج من مثل الإسلام. الجواب الجواب الألوسي يقول إن الأخبار الدالة على التحريف أكثر من أن تحصى، فهل يكفر الألوسي كل علماء؟ وش العبارة اللي قالها؟ وش العبارة؟ وش العبارة؟ وش المعاني الجزء الأول؟ كل بكفري كل من يقول بالتحريف لا لا تجيزي قول باطل قول باطل نحن نبرأ إلى الله منه. ليس بكفر. نبرأ إلى الله منه. والافتراء على المسلمين أيضا حرام. القول بالتحريف كفر. نخرج بهذا. طيب نقول من يفتري على المسلمين بأنهم يحرفون، أتحداك أن تأتي بقرآن واحد لتزعمه. يلا دكتور جيب القرآن واحد ممكن التحريف السيد الموسوي والشيخ الكوراني اقترب جدا. القول بتحريف القرآن باطل جملة وتوصيلة ونصل إلى نتيجة أننا اتفقنا إن شاء الله أن جعفر بريء من التحريف بالقرآن. إذن جعفر الصادق لم يقل بتحريف القرآن ونحن كلنا ننكر تحريف القرآن. أوكي والتحريف القرآن ويجب علينا أن نطبع الكتب التي تنص على تحريف القرآن. كفر وردة. لا لا شوفوا